على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذه الآيات من قوله تعالى إنا بلوناهم إلى قوله ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون هذه الآيات فيها مثل ضربه الله لكفار قريش الذين كانوا في نعمة وفي أمن حول هذا البيت وفي رعد من العيش وعز بين العرب إلا أنهم كفروا هذه النعمة لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله وإلى ما فيه سعادتهم
ونجاتهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة كفروا هذه النعمة. فمثلهم كمثل أصحاب الجنة الذين ذكر الله قصتهم. الله جل وعلا قال في أهل مكة: وضرب الله مثلا قرية، يعني أهل مكة، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فمثلهم كمثل أصحاب هذه الجنة التي ذكرها الله: إنا بلوناهم، أي اختبرنا أهل مكة كما اختبرنا أهل هذه الجنة التي ذكر الله من قصتها ما ذكر. وقصتها أنه كان في اليمن، في أرض اليمن، رجل له حديقة. الجنة المراد بها البستان، المراد بها البستان، حديقة تثمر وتغل. وكان صاحبها مؤمنا مسلما بعد مبعث المسيح عليه السلام بقليل، كان مسلما مؤمنا بالله، وكان يعطي المساكين من هذه الثمرة يطعمهم ويجعل لهم قسما منها، فبارك الله له فيها وجعلها مثمرة تدر خيرا على صاحبها وعلى مساكين البلد. فلما مات هذا الرجل ورثه أولاده، ورثه أبناؤه على هذه الجنة، خلفوه فيها، لكنهم أساءوا استعمالها وخطأوا أباهم وقالوا: لماذا يعطي المساكين؟ البستان لنا ونريد ثمرته لنا ولا نريد أحدا أن يأخذ منها. فعزموا على هذه النية السيئة: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أي أهلها بعد أبيهم، إذ أقسموا، أي حين أقسموا وحلفوا ليصرمنها مصبحين، يجدونها في وقت الصباح الباكر حتى لا يعلم بهم الفقراء فلا يحضرون، كما كانوا في السابق يحضرون في وقت أبيهم عند الجلال. فهم حلفوا على أنهم يصرمون هذه الجنة، يعني يجلونها في أول الصباح قبل أن يستيقظ الناس حتى لا يأتيهم أحد. إذ أقسموا، أي حلفوا بالله، ليصرمنها، ليجدنها مصبحين في أول الصباح قبل أن يستيقظ الناس، على خلاف العادة، كان أبوهم يصرمها في النهار ويفتح الأبواب للفقراء ويحصل على خير كثير منها، والفقراء يحصلون على خير.
أما هؤلاء فبيتوا نية سيئة، فجعلوا موعد الجلال مبكرا خلاف العادة أبيهم حتى لا يستيقظ بهم الفقراء، لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون في يمينهم، لم يقولوا إن شاء الله، لم يقولوا إن شاء الله في يمينهم، لأنهم يزعمون أنهم متمكنون منها ولا أحد ينازعهم فيها ولا يستثنون، لم يقولوا إن شاء الله. قال الله جل وعلا: فطاف عليها طائف، طاف على الجنة طائف أي نزل بها، نزل عليها غضب من الله وجند من جند الله فأحرقها، أحرقها بالليل، أمر الله جنوده بإحراقها، جاءوا بالليل وأحرقوها. طاف عليها طائف، والطائف إنما يكون بالليل قبل موعدهم، قبل موعدهم. طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أصحاب الجنة نائمون، ما فكروا أنها سيحصل عليها شيء وأنهم متمكنون منها. طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم أي كالليل المظلم، محترقة سوداء، بدل أن كانت بهيجة مثمرة يانعة أصبحت مسودة والعياذ بالله من أثر الحريق. أصبحت كالصريم. هم لما أصبحوا نادى بعضهم بعض يذهبوا إليها في البكور، تنادوا أي نادى بعضهم بعضا مصبحين أي في الموعد الذي حددوه مبكرا في أول النهار، وأمر الله سبقهم في الليل، أمر الله سبقهم بالليل، تنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم، والغدو هو الذهاب في أول النهار، أن اغدوا على حرثكم أي جنتكم إن كنتم صارمين أي عازمين على جذابها قبل أن يستيقظ الفقراء. أن يغدوا على حربكم إن كنتم صارمين. انطلقوا ذهبوا إليها، ذهبوا إليها على الموعد الذي حددوه وهم يتخافتون يتسارون فيما بينهم، بأي شيء يتسارون، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. يسر بعضهم إلى بعض لئلا يسمعهم الناس، ألا تمكنوا أحدا من الدخول إليكم وقت الجذاب، أغلقوا الأبواب ولا يكون لكم أصوات حتى تنهوا مهمتكم، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا أي ذهبوا في أول الصباح على حرد أي على عزم وقصد، وقيل على حرد أي على حقد وغضب على الفقراء، غدوا على حرد
قادرين أي مقدرين مخططين لفعلهم، أو يزعمون أنهم قادرون على تنفيذ ما هموا به بزعمهم، ولا يعلمون أن أمر الله سبقهم، غدوا على حرب قادرين. لما وصلوا إليها ونظروا إلى منظرها الشنيع وأنها محترقة، لما رأوها قالوا إنا لضالون تائهون، ما هي هذه، ما هي هذه حديقتنا، نحن ضائعون تهنا الطريق. قالوا إنا لضالون، ثم تأكدوا أنها هي فقالوا بل نحن محرومون، هي لكننا حرمنا منها، بل نحن محرومون. هذا بدل من قولهم إنا لضالون، أي أصبحوا عرفوا أنهم غير ضالين وغير تائهين، وإنما هم محرومون مصابون بجائحة في هذه الحديقة، عرفوا أنها فاتتهم وأن أمر الله غالب على أمرهم، بل نحن محرومون. عند ذلك أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يلوم بعضهم بعضا على ما هموا به وما خططوا له، وأدركوا خطأهم، وأدركوا أن الله أحاط بهم، فنزعها من بين أيديهم، أوفر ما كانت ثمرا وأطيب ما كانت ثمرا. أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم أي خيرهم وأحسنهم، واحد منهم كان فيه خير وكأنه ما وافق على خطتهم، ألم أقل لكم لولا تسبحون، ألم أقل لكم يوم تحلفون لماذا لا تقولوا إن شاء الله، لولا تسبحون أي تقولون إن شاء الله لئلا تحنثوا في يمينكم، لأن من قال من حلف فقال في يمينه إن شاء الله لم يحنث، فهو لامهم على وذكرهم أنه كان قد قال لهم قولوا إن شاء الله، ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا. الآن ندموا وسبحوا لكن فات الأوان، قالوا سبحان ربنا. إن كنا قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، عرفوا ظلمهم للفقراء والمساكين وأدركوا خطأهم، إنا كنا ظالمين اعترفوا وسبحوا لكن فات الأوان. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، هي العادة الناس إلا منهم فاتهم الغرض اللي يريدونه أو أصابتهم مصيبة، ما يبقى عندهم إلا التلاوم، كيف ما سوينا كذا، لماذا ما سوينا كذا، لماذا أنت فعلت بنا كذا، وهكذا يتلاومون. هذه زيادة ندم وزيادة تحسر،
بلى بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا، ويل كلمة عذاب، إنا كنا طاغي من الطغيان، طغوا على الفقراء ومنعوهم حقهم. يا ويلنا إنا كنا طاغين، اعترفوا بطغيانهم وظلمهم. وربما أن هذا يخفف عنهم في المستقبل، أو يقال إن هذا يعتبر توبة منهم. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا، أي لعل ربنا سبحانه وتعالى أن يبدلنا خيرا منه. من قطع عملهم بالله، ما انقطع أملهم بالله سبحانه وتعالى، بل رجوه أن يبدلهم خيرا منها. وهكذا المسلم إذا نزلت به مصيبة فلا يجزع ولا ييأس من رحمة الله عز وجل، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. إنا إلى ربنا راغبون، أي راجون لعطائه وفضله. هم من قطع أملهم بالله سبحانه ورجاؤهم بالله ولم يقنطوا من رحمة الله. وهكذا المؤمن، قال الله جل وعلا كذلك العذاب، هذا العذاب الآجل، هذا العذاب الآجل الذي أصاب أهل مكة والذي أصاب أصحاب الجنة، هذا العذاب الآجل. ولعذاب الآخرة أكبر، هذا عذاب الدنيا، وهناك عذاب أشد منه لمن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. ولعذاب الآخرة أكبر أشد، لو كانوا أي كفار قريش لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون ما سيحصل لهم في الدار الآخرة من العذاب لما أقدموا على الكفر والشقاق والإلحاد والشرك، لكنهم لا يعلمون ما أمامهم ولا يؤمنون، هم لا يعلمون ولا يؤمنون بما أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون بما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من البعث والحساب والجزاء، لا يؤمنون بذلك. فهم ليس عندهم علم من أنفسهم ولا يؤمنون بما أخبروا به على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما بين الله سبحانه وتعالى حال المشركين من أهل مكة، وأنهم مثلهم كمثل أصحاب الجنة المذكورة فيما أصابهم من النكبة العاجلة وما ينتظرهم في الدار الآخرة، بين ما للمتقين الدار الآخرة الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه وصدقوه فيما أخبر به، اتقوا عذاب الله، اتقوا الله واتقوا عذابه، فآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقوه، وهم أصحابه الكرام الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ماذا يكون لهم في الآخرة؟ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، جنات، ليست جنة واحدة مثل جنة هؤلاء هذا البستان القليل، بل لهم جنات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا هي جنات
مستمرة ومستديمة لا تنقطع، ولا يصيبها ما يصيب جنات الدنيا، ما يصيبها ما يصيب جنات الدنيا من الكوارث والإصابات التي تذهب شجرها وثمرها، بل هي جنات مستمرة، جنات النعيم، النعيم الذي لا ينقطع، نعيم دائم، من يدخلها ينعم ولا يبأس، ولا يبأس، ويشب ولا يهرم، ويصح ولا يمرض، ويحيا ولا يموت، ولا يرحل ولا يخرج منها، هذا جزاء المتقين. لكن هذا يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى جهاد، ما بيحصل عفوا، يحصل بالتقوى للمتقين الذين اتقوا الله واتقوا عذابه واتقوا غضبه، فعملوا بطاعته وتركوا محارمه، هذه التقوى، أي هذه الجنات إنما تكون للمتقين، ولا تحصل بالأمان، وإنما تحصل برحمة الله جل وعلا وبالعمل الصالح. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ولما قال المشركون إن كان هناك بعث فسنجد خيرا من هذه الدنيا، نحن عند الله لنا مكانه، لنا، والذي أعطانا هذا في الدنيا سيعطينا في الآخرة، فلئن بعثنا لنجد عند الله خيرا من هذا، ونحصل على خير مما يحصل عليه المؤمنون، يقولون هذا. قال الله جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفنجعلهم في الآخرة كالمجرمين، أبدا لا يليق هذا بحكمة الله سبحانه وتعالى. وليس للمجرمين إلا الخيبة والخسار في الدار الآخرة، وإن أعطوا في الدنيا ما يستدرجون به فإنهم ليس لهم في الآخرة إلا النار. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، حكمتم لأنفسكم لأنكم ستلقون في الآخرة، إن كان هناك بعث كما يقولون سيجدون خيرا مما تركوه، يحكمون لأنفسهم لأنهم يحصلون على خير مما في الدنيا لجاههم ومكانتهم، كيف يحصل سلمان وصهيب وبلال وهم لا يحصلون وهم أشراف وأكابر، هكذا يزعمون. فنجعل المسلمين الذين أسلموا في الدنيا وعملوا الصالحات وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم نجعلهم في الآخرة كالمجرمين، هذا تأباه حكمة الله سبحانه وعدله سبحانه وتعالى. ما لكم كيف تحكمون، ما هو الدليل الذي تعتمدون عليه في قولكم هذا وفي حكمكم هذا؟ الحكم لازم يبنى على حجة، لازم يبنى على برهان. أم لكم كتاب فيه تدرسون، هل أنزلنا عليكم كتابا نضمن لكم فيه أنكم ستجدون في الآخرة ما تقولون، أم لكم كتاب فيه تدرسون ويذكر لكم ما لكم في الآخرة على حسب ما زعمتم؟ الآخرة ما هي بأماني ولا وعلم غيب لا يعلمه إلا الله،
إن لكم فيه، أي في هذا الكتاب، لما تخيرون، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إن لكم فيه، أي في هذا الكتاب، لما تخيرون. ما عندهم كتاب، كتاب بالعكس، هذا شيء. الشيء الثاني، هل لكم عندنا عهد في أننا نعطيكم ما ذكرتم، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟ ليس لهم عند الله عهد، ليس لهم عند الله عهد أن الله تعهد لهم بذلك، لا لهم كتاب، وليس لهم عند الله عهد وضمان على ما يقولون. سألهم، سألهم يا محمد، اسأل هؤلاء الكفار، أيهم بذلك زعيم؟ من الذي تكفل لهم بهذا الشيء؟ ما تكفل لهم أحد، ما تكفل لهم أحد. أم لهم شركاء، أم لهم شركاء أعوان يعينونهم على تحصيل ما قالوا في الآخرة؟ إذن انقطعت حجتهم من جميع الجهات. ليس لهم كتاب من الله يعتمدون عليه، ولا عهد من الله يعتمدون عليه، ولم يتكفل لهم أحد بما قالوا، وليس لهم أعوان وأنصار يعينونهم على أخذ ما يريدون كما يكون في الدنيا. أم لهم شركاء فيأتوا بشركائهم يبينونهم، هالشركاء اللي يضمنون لهم الشيء هذا ويغتصبونه لهم، وجنود يستولون بها على ما يريدون، ما لهم أحد ولا شركاء ولا أحد. وقيل أم لهم شركاء، أي أصنام، هل الأصنام تعطيهم شيء؟ ما لهم، الأصنام حجارة جماد عاجزة ما تعطي شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، الذين سيعينونهم ويؤمنون لهم ما يقولون في الدار الآخرة. فهذه الآيات الكريمات فيها عبر، فيها عظات، وفيها تطميع للمؤمنين وتطمين لهم، وفيها تيئيس للكافرين وقطع لشبهاتهم وحججهم، وأنه لا ينفع عند الله إلا الصدق والحق والعمل الصالح والبهرج والادعاء، يذهب سدى، لا ينفع عند الله شيئا. وفيها التأكيد على أداء حق المساكين من الزكاة، الصدقات، وأن صاحب الحرث أو صاحب البستان لا يغلقه عن المساكين عند الصرام وعند الحصاد. قال الله جل وعلا: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، حقه، أعطوا منها، تصدقوا منه على المساكين يوم حصاده وتحصيله، اسمحوا للمساكين أنهم يلقطون ما تساقط، وتعطونهم أيضا من الحصيلة، اسمحوا لهم. ولذلك قالوا إنه يشرع لكل من حصل على نعمة، من حصل على نعمة من مبلغ أو جائزة أو راتب أو استحقاق، أنه إذا قبضه يعطي منه الفقراء، يشكر الله سبحانه وتعالى.
فهذا عام في كل من حصل على نعمة وعلى خير وعلى ثمرة، على راتب، على جائزة، على ميراث، أن يتصدق منه عند قبضه حصوله له. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فهذا من الإحسان والخير والشكر لله سبحانه وتعالى. ولا تأخذ الشيء وتستولي عليه وتغلق عليه وتحرم المساكين منه، بل ابذل منه ما تيسر. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقول: هل هذا القضاء الوارد في الآية هو من القضاء الشرعي أم من القضاء الكوني، وما الفرق بينهما؟ هذا من القضاء الشرعي، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر، قضى أي أمر ووصى. فمن الناس من أطاع ومن الناس من عصى. القضاء الشرعي لا يلزم وقوعه، أما القضاء القدري فلا بد من وقوعه. ولذلك من فسر الآية بقوله قضى ربك أي حكم وقدر، هذا ضلال وخطأ، وإنما معناها أمر، قضاء أي أمر ووصى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كلمة إن شاء الله هل تقال مع الدعاء أحيانا كأن يقول؟ لا، الدعاء تعزم ولا تأتي بالمشيئة، لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل تجزم المسألة بدون استثناء، لأن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. أن تقول لابن آدم والغني أعطني إن كان تيسر وإن كان تريد أو تشاء، لأنه ربما أنه ما يريد ولا يريد، أنت ما تلزم عليه تكرهه، لكن الله جل وعلا لا مكره له ولا يتعاظم شيئا أعطاه. فاجزم المسألة، قل رب اغفر لي، تب علي، واهدني، وارزقني، ادعو الله جازما ولا تجعل فيه استثناء أو مشيئة. هذا في الدعاء. أما في اليمين فنعم، تأتي به إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا ترك المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية في صلاة الفجر مثلا، يقول أحسن الله إليكم: إذا ترك المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية في صلاة الفجر مثلا، يقول: فهل أعيد الصلاة أو الركعة التي لم أقرأ فيها بسورة الفاتحة؟ لا، الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح والراجح أن قراءة الإمام للفاتحة تكفي عنه وعن المأموم، تكفي عنه وعن المأموم، تبقى في حق المأموم سنة يقرأها إذا تيسر. وبعض العلماء يقول إنها واجبة ليست شرطا، بعض العلماء يقول إنها واجبة على المأموم وليست شرطا، فلو تركها لم تبطل صلاته. فليست واجبة، الصحيح أنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة، خصوصا في الجهرية. فإذا قرأ الإمام وأنت تستمع له وأمنت بعد الفاتحة، أمنت على قراءتها، فكأنك قرأتها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم إذا خالفه في بعض المسائل التي اختلف فيها العلماء، مثل عدم تكفير تارك الصلاة؟ مثل إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: مثل عدم تكفير تارك الصلاة أو بعض المسائل المشتبهة. المسائل الخلافية الفقهية التي لها مستند ولها احتمال لا يجوز التهاجر فيها،
لا يجوز التهاجر فيها. كان الصحابة وأن جاء بعدهم يختلفون في المسائل الفقهية، ولا يعادي بعضهم بعضا ولا يهجر بعضهم بعضا، هذا من فعل الجهال، هذا من فعل الجهال. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض أهل العلم عند قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يقول: من تأخر عن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام وكان قد سمع النداء للأذان فهو آثم، عملا بهذه القاعدة، فهل هذا القول صحيح؟ لا، هذا قول من عنده، ما أظن أحد قاله من أهل العلم. أهل العلم يحثون على حضور تكبيرة الإحرام وهي فضيلة، ومن فاتته فليس آثما، بل إذا جاء والإمام راكع وركع معه أدرك الركعة، أدرك الركعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، يقول: ما المقصود بكثرة المسائل؟ المسائل التي لا حاجة إليها، مسائل الفضولية التي لا حاجة إليها، مثل مسائل بني إسرائيل لموسى لما أمرهم بذبح البقرة، قالوا: ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ لو أنهم ذبحوا بقرة على طول، أي بقرة، أجزأت، حصل المطلوب، لكن شددوا فشدد الله عليهم. فالمسائل التي لا حاجة إليها هذا نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنها هي التي أهلكت من كان قبلنا، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نسمع من بعض طلاب العلم من يقول بأن تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله فيه بعض التأويلات، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا كذب، هذا كذب. تفسير ابن كثير ليس فيه تأويلات للصفات، وإنما هو على منهج السلف. وابن كثير من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المحدثين الكبار، فهو إمام جليل ومعتبر، وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة تفسيره موثوق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو رد فضيلتكم على من قال إن الاختلاط كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن يقول أحسن لكم إن الاختلاط، الاختلاط، نعم أحسن الله إليكم، الاختلاط الذي فيه فتنة لا، ليس موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه، بل كان الرسول يعزل النساء في الصلاة، يجعلهن خلف الرجال، كان يعزلهن ويجعلهن خلف الرجال، لهن صفوف خاصة، مكان خاص، ما يختلطن بالرجال. هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الاختلاط في الشارع، يعني بمعنى أنه يوجد نساء ورجال في الشارع غير متزاحمين وغير متماسين في أبدانهم، هذه تسير مع جانب وهذا يسير مع جانب، هذا شيء طبيعي. هذا المراد، الاختلاط الذي يثير الفتنة ويثير الشهوة، هذا هو الممنوع. نعم. وهذا غير معهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان ينهى عنه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: سافرت في رمضان وأفطرت وقضيت ذلك اليوم تقول أحسن الله إليكم سافرت في رمضان وأفطرت ثم قضيت ذلك اليوم في شوال، فهل إذا صمت بعد ذلك الستة من شوال أدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال لكوني أفطرت يوما من رمضان؟ لكن صامه، إذا صامه صام الست بعده صدق عليه الحديث، انطبق عليه الحديث أنه صام رمضان وأتبعه ستة من شوال. إنما الخلاف لو صام الست قبل القضاء، هذا محل الخلاف، والأرجح أو الأفضل
أن يصوم القضاء أولا ثم يصوم الست. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، يقول ما هو البلاء الذي حل بكفار قريش في الدنيا؟ سبحان الله، ما سمعت الآية وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئن، هذا ما هو بابتلاء، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، الحرم يجبى إليه ثمرات كل شيء، فكفرت بأنعم الله. كان الواجب شكر النعمة، لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم الواجب أنهم اتبعوه، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أبدلها بالرزق بالجوع وأبدلها بالأمن بالخوف والعياذ بالله. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل الموظف هل يجب عليه أن يجعل شهرا من أشهر السنة لإخراج زكاة ماله سواء بلغت النصاب أم لم تبلغ؟ الواجب عليه أن يخرج كل ما تم حوله من أمواله، من تم حوله يجب عليه إخراج زكاة، لكن إذا كان يصعب عليه إفراد كل قسم على حدة ومعرفة حوله، فمن التيسير أنه يجعل موعد واحد للجميع ويخرج الزكاة من الجميع إلى دور السنة، فيكون بهذا قد أدى زكاة ماله وأبرى ذمته. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل شخص ليس له وارث إلا ابن عم له، فهل يأخذ ابن العم كل المال؟ إذا انفرد ولم يوجد من هو أقرب منه، انفرد ولم يوجد من هو أقرب منه من العصبة، فإنه يأخذ كل المال. نعم. أنت حاسده، الله جعله له. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل يشرع للمسلم رفع اليدين للدعاء؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم هل يشرع للمسلم رفع اليدين للدعاء بعد فراغ المؤذن من الأذان؟ هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. شرع لأمته الدعاء المعروف اللهم رب هذه الدعوة التامة، ولم يذكر عنه أو يروى عنه أنه كان يرفع يديه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما هو الضابط في صلة الرحم، وهل الاقتصار على زيارتهم والسلام عليهم في الأعياد والمناسبات كاف لتحقيق صلة الرحم؟ هذا نوع من صلة الرحم، زيارتهم والسلام عليهم وزيارتهم في المناسبات، هذا من الصلة. الصلة أنواع كثيرة، وأعظمها أنهم إذا احتاجوا تساعدهم من المال، هذا أعظم من أعظم أنواع الصلة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما هو الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني؟ التعاوني لا يقصد به الاستثمار ولا يعود على المساهم شيء إلا الأجر، وأما التجاري المقصود به الاستثمار والعائد التجاري على صاحبه، لذلك فرق العلماء بينهما في الحكم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل صاحب شركة طبية، يقول هل يجب عليه أن يوفر لموظفيه التأمين الطبي التجاري مع أنه محرم؟ ما يجوز له هذا، هذا محرم، التأمين التجاري محرم منه الطبي أيضا، لكن إذا أجبر عليه ولم يسمح له إلا بذلك لا يعتبر مجبرا لا مختارا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هذه بداية طلبي للعلم، فما هي الوصية التي توصوني بها؟ أن تستمر في طلب العلم وأن تحضر عند العلماء المعروفين بالعلم والأصالة والتأصيل، تأخذ العلم عنهم لا تأخذ العلم عن من هب ودب،
وكل من ادعى أنه من أهل العلم هو غير معروف. لا، عليك بالعلماء المعروفين الراسخين في العلم، تعلم العلم منهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أعمل في وظيفة محاسب في مؤسسة تبيع الملابس النسائية. نعم. يقول أحسن الله إليكم: أعمل بوظيفة محاسب في مؤسسة تبيع الملابس النسائية، وبعض هذه الملابس منها ما هو ساتر ومنها ما هو ضيق وشفاف، فهل المال الذي أحصل عليه من عملي هذا من جنس المال المختلط؟ لا تبيع الملابس غير المحتشمة، حرام عليك تبيعها، لا تبيعها، امتنع من بيعها، بيع الملابس الساترة والملابس المباحة، ولا تبيع الملابس التي لا خير فيها ثم تقول أنا مالي مختلط. لا، من الأول امتنع من بيعها، وإذا أبى دور واحد غيره من ترك لله شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب، اطلب الرزق عند غير هذا الشخص. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف أحصل على الخشوع في الصلاة وأن أكون من المقربين؟ هذا من الله، الخشوع هذا من الله، لكن تجنب الأسباب المشوشة، لا تدخلها وأنت مضايق بالبول أو الغائط، لا تدخلها وقت حضور الطعام الذي أنت تشتاق إليه حتى تأخذ نهمتك منه، لا تدخلها وأنت ثائر النفس مجهد حتى تستريح، لا تأتي تركض للصلاة، بل تمشي على هويناك حتى تصل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، أما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا أو فاقضوا. اعمل الأسباب الجالبة للخشوع، وتجنب الأسباب التي تشوش عليك صلاتك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تصدق رجل على مسجدنا بثلاجة. يقول أحسن الله إليكم: تصدق رجل على مسجدنا بثلاجة. على مسجدنا إيه؟ بثلاجة، ومسجدنا ليس له حاجة بها، فهل لنا أن نبيعها ونشتري بثمنها شيئا نافعا للمسجد، أم أننا نعطيها مسجدا آخر؟ أخي قولوا له، قولوا حنا ما حنا بحاجة إليها، خلوه يأخذها ويعطيها مسجدا آخر، أنتم لا تصرفون فيها، ردوها عليه وقولوا مسجدنا ما يحتاج ثلاجة، دور مسجد آخر محتاج إليها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل اشترى بماله الذي بقي على حولان الحول عليه. يقول أحسن الله إليكم: رجل اشترى بماله اشترى بماله منزلا. اشترى بماله. نعم أحسن الله. منزلا. يقول: رجل اشترى بماله منزلا وقد بقي على حولان الحول عليه أيام قليلة، فهل يأثم لأنه حرم حق الفقراء عند قرب الحول على ماله؟ الأيام القليلة لا تؤثر في تمام الحول، يكون الحول تم، الأيام القليلة والساعات ما تؤثر على تمام الحول، فيجب تجب الزكاة فيه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: امرأة ذهبت إلى العمرة وفي أثناء الطواف شعرت بدم، فلما نظرت وجدت دما أحمر أو دما متغير اللون ولكنه في غير أيام عادتها، فما هو الحكم في عمرتها؟ عمرتها غير صحيحة حتى ولوه ما هو بحيض، لأن هذا ينقض الوضوء، الطواف يشترط له الوضوء، إذا خرج منها شيء دم ولا غيره ولا ريح ولا بول فإنه ينتقض وضوءها،
فعليها أن تتطهر وتعيد الطواف والسعي والتقصير من جديد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: امرأة عادتها 7 أيام في أول الشهر، فجاءتها العادة في أيامها ولكنها زادت 2 والدم متغير ليس هو صفات دم الحيض، فماذا عليها؟ ما دام لم ينقطع فإنه حيض، والأيام تزيد، يمكن تزيد العادة، ما دام أنه لم ينقطع ومتصل بالحيض فهو حيض، ولو كان خفيفا أو مختلفا. حتى الكدرة والصفرة، لو بقي كدرة أو صفرة لم تنقطع فلا يزال الحيض عليها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رزقني الله بمولود ذكر، وجاءني ضيوف فذبحت لهم كبشين وقلت حياكم الله على شرف فلان، وفي نيتي أنها عقيقة، فهل تجزئ؟ نعم، إذا نويتها عقيقة فلا، فإنها تكون عقيقة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نويتها عقيقة وقلت للحاضرين إنها عقيقة هي عقيقة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم سفر المرأة لأداء الحج بدون محرم؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم للحج وغيره، هذا حديث صحيح. والتي ليس لها محرم معذورة حتى تجد المحرم، فإذا أيست من المحرم فإنها توكل من يحج عنها ولا تحج بدون محرم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس فطن؟ كيس عاقل يعني، فطن ما هو مخدوع ولا مغفل. المؤمن يكون عنده عقله وعنده حذقه ولا يخدع ولا يستغفل، هذا معناه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للمرأة في بيتها وهي مقيمة وليست مسافرة؟ يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز للمرأة وهي في بيتها وهي مقيمة وليست مسافرة أن تجمع جمعا صوريا أحيانا؟ إيش الداعي؟ ما له داعي هذا، تصلي كل صلاة في وقتها، والصلاة في أول وقتها أفضل، إلا العشاء تؤخر إلى ثلث الليل إذا لم يرتبط بجماعة، يؤخرها إلى ثلث الليل هذا أفضل. وإن خاف النوم أو يخاف فوت الجماعة يصليها في أول وقتها. أما بقية الصلوات فكل ما بادر بها الإنسان في أول وقتها فهذا أفضل. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تشترط النية في الجمع؟ بلا شك، إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، لا بد من النية. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الأفضل في العقيقة، أن تقسم أثلاثا أم أن يعمل بها وليمة ويدعى لها أقاربه وجيرانه؟ كله جائز، إن كان عملها وليمة ودعا جيرانه وأصدقائه، لكن يتصدق منها بشيء، يتصدق منها بعضو أو شيء على الفقراء، أو يوزعها كلها، أو يجعلها أثلاث، الأمر واسع في هذا. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا نسي المؤذن قوله الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، فهل يعيد الأذان أم أن أذانه صحيح؟ إن كان تذكر قريبا قبل يغادر مكان الأذان فإنه يأتي بالكلمة وما بعدها ويبني على أول الأذان، أما إذا كان طال الفصل فلا بد من إعادة الأذان من جديد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض المطاعم تبيع الدجاج الخارجي من البرازيل ويقولون إنه مكتوب عليه عبارة حلال، فهل يجوز الشراء منها؟ الكتابة هذه على الكيس، والكيس مكتوب عليه من قديم، ما هو دليل على الصدق، فالأحوط لك والأبرى لذمتك أن تأكل من الذي لا شك فيه من ذبح البلد ومن ذبح المسلمين. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نحن موظفون في الشؤون الدينية ويبدأ الدوام من الساعة 8، وقد أذن لنا المسؤول بالقراءة في تفسير ابن سعدي. نعم. نحن يقول أحسن عليكم: نحن موظفون في الشؤون الدينية ويبدأ الدوام من الساعة 8، وقد أذن لنا المسؤول بالقراءة في تفسير ابن سعدي نصف ساعة من بداية الدوام، وقد تزيد أحيانا إلى الساعة 9، وقد أنكر علينا بعض الإخوان في ذلك، مع العلم أنه لا يوجد لدينا عمل تركناه أو أهملنا أو قصرنا فيه. نعم. إذا كان قراءتكم في تفسير ابن كثير أو غيره من الكتب النافعة لا تؤثر على العمل فلا بأس بذلك، بل هذا زيادة خير، وأنتم دعاة بحاجة إلى العلم فلا بأس بذلك، واللي أنكر عليكم مخطئ في هذا. أنتم موجودون في الدوام، حاضرين في الدوام، تستغلون الوقت في الاستفادة، ما في معنى، ولا عطلتم عمل من عملكم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نحن المعلمون في مثل هذه الأيام وكذلك بعد إجازات الطلاب نذهب إلى مدارسنا للتوقيع على دفتر الدوام فقط، ثم نرجع إلى منازلنا، وذلك لعدم وجود طلاب في المدرسة، علما بأن مدراء المدارس يرضون منا ذلك، فما حكم عملنا هذا؟ أنا لست مديرا، هذا يرجع للنظام، يرجع للنظام ويرجع للمسؤولين عن التعليم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المبالغة في تقصير الثوب في مثل زماننا هذا يعد من ثوب الشهرة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسلم يلبس ما يلبسه المسلمون في البلد ما لم يكن مخالفا للسنة، إذا كان أهل البلد يلبسون إلى الكعب فالبس إلى الكعب، فإذا قصرته عن الكعب صار من الشهرة، وإذا كان المسلمون يلبسون إلى نصف الساق البس إلى نصف الساق، لا تخالف ما عليه المسلمون في بلدك ما داموا على السنة. نعم. والثوب إلى الكعب هذا من السنة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الدعاء على المنافقين ولعن الروافض؟ ايش الداعي لهذا؟ إذا كانوا إنهم ظلموا وأخطأوا وتعدوا تدعو عليهم، حتى المسلم إذا أخطأ وظلم وجار يدعى عليه، للمظلوم أنه يدعو، حتى المسلم. فكيف بالكافر الذي اعتدى وتمرد وعتى يدعى عليه؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: معلوم أن السنة في العقيقة عن الغلام شاتان، يقول: فهل يجزئ ذبح بقرة عنه؟ هذا أفضل، إذا ذبح بقرة أو بدنة فهذا أفضل، لكن ما تقبل الاشتراك عن واحد، كلها عن واحد، البعير والبقرة عن واحد، والشاة عن واحد، عن الثنتين عن واحد ذكر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يقول: هل تدل الآية على أن من رأى شيئا حسنا يعجبه أن يقول ما شاء الله؟ نعم نعم، هذا سنة أن يقول ما شاء الله، تبارك الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز السفر إلى بلاد الكفار لحضور المؤتمرات العلمية، علما وأنه يكون هناك اختلاط ولكن بدون أن أخالطهم مع إظهار الدين؟ هذا حسب المصلحة، إذا كان في السفر مصلحة من ناحية أنه يتزود بعلم الطب تجربة ولا يرتكب شيء من المعاصي، لا يخالط النساء مخالطة تثير الشهوة، النساء على حدة والرجال على حدة، لا بأس بذلك مع التمسك بالدين، وأن يكون السفر على قدر الحاجة ثم يرجع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان والدي كبيرا هرما لا يستطيع الذهاب إلى مكة، فهل يجوز لي أن أحج وأعتمر عنه نافلة حيث إنه قد أدى فرضه سابقا؟ لم يرد في الأدلة حسب علمي النيابة في حج النافلة عن الحي، عن الحي، أما النافلة عن الميت لا بأس، حج عنه فريضة وحج عنه نافلة الميت، أما الحي فيحج عنه الفريضة إذا عجز عن أدائها لكبر وهرم أو مرض مزمن، وأما النافلة هذا ما ورد فيه شيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم إخراج الدقيق من البر في زكاة الفطر، وما المراد يقول أحسن الله إليكم: ما حكم إخراج الدقيق من البر في زكاة الفطر؟ ما يوافق هذا الوارد، الوارد أن يخرجها من الحب، من الحب الذي يكال ويدخر، من البر، من الرز، من الزبيب، من التمر، من الشعير إذا كان يوكل في البلد، يخرجها حبا. نعم. صلى عليكم. يقول: وما المراد بالتمر؟ الفقهاء يقولون أو دقيقهما أو سويقهما، لكن أحتاج إلى دليل هذا. نعم. السلام عليكم. يقول في تتمة سؤاله: وما المراد بالتمر الذي يجزئ في زكاة الفطر؟ هل التمر المبرد أم لا بد من التمر المكنوز الذي يدخر؟ التمر الذي يوكل، التمر الذي يوكل وينتفع به المحتاج، سواء كان مبردا أو معلبا أو كان مجبولا، يعني مكنوز، بشرط أنه يبلغ المقدار المطلوب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صليت صلاة خلف الإمام ثم تبين لي أنه يتبع المذهب الأشعري، فهل يجب علي إعادة الصلاة؟ لا، ما يجب عليك إعادة الصلاة، لكن
المرة الثانية اذهب إلى إمام ليس أشعريا، إلى إمام من أهل السنة، وما صليته هو صحيح. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك رجل يخرج في إحدى القنوات الفضائية، ومما قال عن عائشة رضي الله عنها إنها حمقاء ناقصة عقل، وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه يجوز سبه في البيت أما علنا فلا، فما حكم هذه المقولة؟ هذه مقولة الشيعة، هذا إما أنه شيعي وإما أنه متأثر بالشيعة وإما أنه جاهل مركب لا يدري ما يقول، لأن الجهال يقولون كل شيء الآن، يدعون أنهم من أهل العلم وأنهم دعاة وأنهم هذا من المصائب.